بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه اللحظات نلتقي مع الأستاذ بندر بلوي، والذي عانى معاناة مريرة في دولة الأردن من سطو مسلح نتج عنه سرقة السيارة. والآن نترك الحديث للأستاذ بندر لنقف على بعض الخبايا في دولة الأردن حول السطو المسلح. بسم الله الرحمن الرحيم. ذهبت أنا والأخ منصور إلى الأردن لغرض العلاج، وكان الأخ منصور متعب ويعاني من القلب، وأنا لدي مشاكل أخرى. أيضا كنت أعمل حجوزات لابني المريض هناك، وفي ليلة الجمعة بعد أن أدينا صلاة المغرب والعشاء جمع في فندق الشيراتون، خرجنا أنا والأخ منصور في الشارع العام، وكنا حريصين على السيارة وكنا متوقعين بعض الأمور، ولكن لم نتوقع ذلك في الشارع العام وفي وجود الناس العدد الكثيف من السيارات والناس أن يحدث. الوقت مبكر. نعم، الوقت مبكر، أدينا صلاة المغرب وجمعنا مع العشاء ولم يحن صلاة العشاء. وبعد ذلك توقفنا عند مطاعم عمان بجنب دوار المدينة الرياضية، وبقيت أنا بالسيارة في مكان الراكب، والأخ منصور كان يقود السيارة ونزل إلى المطاعم، وبقيت أنا في السيارة أتأمل بالجوال. حقيقة فتح أحد الأشخاص الباب، وكنت أظن أنه من الناس الذين يوصلون، الذين يقدمون السيارات أو شيء من هذا القبيل. لم يثر انتباهي يعني كثير، كنت أريد أن أسأله ماذا يريد، فوجئت به مشى بالسيارة وركب شخص آخر في الخلف، وكانت الشنط موجودة معنا في الخلف في المرتبة الخلفية. بعد ذلك التفت إلى الرجل فإذا به يمد سكين باتجاهي، وكان معه مسدس على الجنب الأيسر أيضا رأيته، ويضع سكين باتجاهي ويقول لي ولا حركة. والشخص الذي بالخلف كان قد تعثر في الشنط، وبعد ذلك هجمت أنا على الشخص الأول أمسكت بالسكين قائد السيارة، نعم اللي يقود المركبة، أمسكت به وسيطرت عليه سيطرة تامة، وكنت أطفي السيارة والسيارة لا تنطفي، لأن السيارة عندما كانت تمشي لم تنطفي. حاولت 3 مرات أن أطفي، وكان الريموت بيني وبين طبعا السيارة سيارة حديثة في نعم. الإكس آر. أي حديثة. فحنا بعد ذلك جاءني الشخص الذي في الخلف، وفوجئت بأمامي سكين بيده اليسرى ومسدس يضعه على رأسي في يده اليمنى ويقول أفجر رأسك. في هذه اللحظة تراجعت أنا للخلف وهو تراجع إلى الزاوية، وعندما تراجع إلى الزاوية يقول لزميله فوت داخل الحارة، وعرفت أنه أراد أن يطلق علي النار، ولكن كنا في وسط المارة فأراد أن يدخلني داخل الحارة حتى يطلق علي النار. وفي أثناء انعطاف السيارة داخل الحارة، دخلنا في شارع ضيق وأراد أن ينحرف إلى اليسار، فانخفضت السرعة إلى درجة كبيرة استغليتها، فتحت الباب ونزلت وأخذت ريموت السيارة معي. حقيقة كنت ثم عادوا علي بالسيارة وحاولوا دهسي مرة أخرى، ذهبوا إلى منطقة فاضية وأعادوا منها بسرعة جنونية وحاولوا دهسي. وبعد ذلك حقيقة أنا لم أتخيل أن يحدث ذلك، يعني في وسط المارة وفي شارع من أكبر شوارع عمان، وفي وجود السيارات، وفي لحظة مبكرة يعني بعد المغرب. بعد ذلك ذهبنا إلى المخفر الشرطة وبلغنا عن السيارة، واتصلنا بالسفارة، وحضر مندوب السفارة، وحقيقة كان علينا بعض العتب على مندوب السفارة الذي حضر، لأنه
مهما كان مواطن سعودي يمشي حافي القدمين في الأقسام وفي داخل المستشفيات، وقد أصبت أنا في ركبتي حقيقة، يعني كان تنتظر منه بعض التصرف، ولكن الكلمات اللي كان يصدرها أنه لا تتكلم كلام زيادة، لا تسب أحد، لا تشتم أحد، لا تعمل كذا، لا تعمل، كلها توجيهات يعني كذا، وهو لم يفعل لنا شيء حقيقة. ذهب بنا بعد ذلك إلى مستشفى، المستشفى العربي الذي يعدونه يقول أنه من أفضل المستشفيات بالأردن. حقيقة جلست ساعة كاملة على السرير في المستشفى، ووجدت أخي منصور أيضا الذي كان قد جرى على قدميه حتى سقط وهو مريض في القلب. بعد ذلك يعني عندما طلبت أن أكلم سفير المملكة العربية السعودية في الأردن، وكنت في حالة عصبية يعني شديدة وكذا، فربما يعني حدث مني بعض الكلمات، لا أدري ماذا كلمته ولا أدري ماذا قلت له للحقيقة يعني الآن أنا كذا. ولكن عندما بعد ذلك وضعنا في فندق، وكانت الساعة 4 فجرا بعد أن خلص من